الاستاذ محمود عبد الله، ازاي حضرتك؟ اهلا بك استاذ محمود، اهلا بيك يا اهلا فندم. بك، تشرف. ومعانا كمان الاستاذ عمرو السيد، اهلا اهلا وسهلا، ازاي بحضرتك، حضرتك اهلا عامل ايه؟ بحضرتك، اهلا. طيب نبدا الاول بموضوعنا ونفهم بس الموضوع الاول عامل ازاي. احكي لنا الموضوع بدا معاكم ازاي، موضوع المستر اير. هو طبعا من حوالي سنتين او ثلاثه كان فيه كان جه هو الحدائق وكان شغال في صيدليات على اساس ان هو دكتور. يعني المستريح ده موجود، كان موجود عندكم في الحدائق كان موجود. ولا جه كده يعني كده فجأة لا كده؟ كان موجود، بس هو يعني كان موجود اصلا قديم في المنطقة. وساكن هناك، كان واخد شقة تمليك وساكن. بدأ ان هو شغال في صيدلية على اساس الموضوع بدأ من امتى يا فندم؟ من حوالي هو ساكن من حوالي 3 سنين بالظبط، من 3 سنين بالظبط. يعني هو ظهر في حدائق الاهرام من 3 سنين. من 3 سنين ظهر على هيئة ان هو دكتور صيدلاني شغال في صيدلية. طب يعني هو ظهر، يعني احكي لي الموضوع كده، عايزين الناس تفهم. هو كان الاول على اساس ان هو دكتور صيدلاني. طبعا احنا قريب منينا، بنتردد على الصيدلية. يعني هو شغال في صيدلية على اساس ان احنا عارفين على اساس ان هو دكتور. حتى كنا بنستشيره مثلا لو في حد عنده حد سخن او حد تعبان او كده بيدي له علاج. فالمهم بعد كده طبعا اتعرفنا على بعضينا، خلاص صرنا ان احنا يعني عارفينه وهو عارفنا وبتاع. يعني في ثقه في ثقه بينك وبينه وبينه وبين الناس كلها، وبيجي يقعد معانا مثلا، يعني مثلا يخلص الشغل بتاعه ممكن نقعد شويه على كف كده والكلام من ده. يعني بقى في ثقه وعلاقات وصحوبيه بالظبط. حتى لو فيه فرح عندنا او كده او عزا بيروح يعزي، وفي فرح كده واتدخل معانا على اساس ان احنا طبيعه المصريين كلها احنا في وعلى اساس ان احنا بالذات في الحدائق يعني عيله واحده. كلنا مع بعض عيله واحده يعني، حتى كقرايب يعني. فهو عشان يعني كانه هو اتعرف على واحد يبقى اتعرف على الكل. تمام، كله عرف يعني على بعض عليه. بدأ موضوع النصب ده ازاي؟ يعني خلينا في الجوهر الموضوع. هو بدايته طبعا ايه، لما اتعرف على الناس دي بيجي يستدرج واحد واحد كده ويقول له انه ايه مثلا ايه ده انا شغال في ادويه مستورده معاك. الاول بدايته عاوز 100,000 مثلا، ممكن بعد شهرين ال 100,000 دي ايه تجيب لها 10,000 15,000 يعني. وعدتكم يعني بنسبة حلوة، بس لا بس نسبة مش يعني مش نسبة مش محددة. مش محددة. ما هو النصاب بيلعب على حتة الحلال والحرام. يقول لك لا اصل ده ممكن يكون فيها كده، فيقول لك لا انا مش هحدد النسبة هو عشان يعمل بالظبط. هو كان يقول انت يعني هو بياخد التلت وبيدي المبلغ او رأس المال التلتين. تمام. فطبعا بدأ الأول ايه ب 100,000 ب 200,000 300,000 حاجات بسيطة جدا، وكان بياخد كل واحد على حدة على اساس التاني ما يعرفش. يعني كان يتفق معاك يقول لك ما تعرفش محدش يعرف استاذ عمر، محدش يعرف محدش يعرف محدش يعرف. وكان يعني في الفترة الأخيرة دي بدأ يجمع يعني يجمع المبالغ. خلاص كده هو عدى ال 100,000 وال 200,000. طيب معلش بس خلينا بس في الأول كده نتكلم في نقطة، يعني أنت شخصيا بدأ الأمر معاك إزاي؟ يعني أنا جيت دلوقتي بعد ما عرفتني وخلاص أنا راجل شغال لابس بلطو ابيض وانا مش صيدلي، بس لابس بلطو ابيض وانا بيقولوا عليا دكتور. تمام. فجيت قلت لك اديني التليفون ده هتديهولي، يعني قول لي ازاي النقطه الاولى دي. احنا اصل احنا دورنا ان احنا زي ما عايزين نبقى جهه ان احنا نحاول نجيب الحق، عايزين برضو نعرف الناس في البيوت تعمل ايه، اتنصب ازاي. هو طبعا بدايه الموضوع يعني ان هو مثلا ايه بيجي الواحد يقول له انت يعني خلاص. افندم ماليش دعوه بالواحد، بتكلم عن شخصك. تمام. انت معايا دلوقتي في الاستوديو، عايزين نتكلم عن شخص حضرتك. انا بدأ معاك الامر ازاي؟ هو معاه برضو يعني انا بالنسبه لي ما كانش يعني صحبتي معاه ما كانتش من بدايه الفتره دي. من حوالي 3 شهور او 4 شهور بدا. كان في واحد يعني صاحبي وشغال معاي. المهم ايه كان واخد مني سلفه فلوس يعني. فبعد كده راح كان هو عاطله مبلغ حوالي 2.5 مليون. يعني واحد صديقك كان مديله فلوس ومشغله. 2.5 مليون. واخد منه حاجه عائد ربح. هم مع بعضهم كانوا متعاملين مع بعض. ما كنتش اعرف انا، كنتش اعرف. بس هو جاء صاحبي ده يعني قال لي انه انا يعني محتاج مبلغ، فانا اديته له سلف بعيدا عن المصروف. سلف بعيد عنه، وانا كنتش اعرفه اصلا يعني في الفتره دي يعني. فالمهم راح هو وداله، راح يقول له هات من فلوسي على اساس اني ارجع ايه الفلوس لمحمود. يعني هو راح يقول له انا، هو راح يقول له عايز قال له ان انا واخد من محمود مبلغ واحد. عاوز ارجعه لمحمود. قال له مين محمود؟ محمود ده قال له محمود ده شريك فلان. هو يعرف فلان ده شريكي.
في الشغل بدا يعرفه السي في بتاعك ان انت راجل معاك فلوس بالظبط. يعني انت يعني مين محمود اللي هيسلفك مثلا نص مليون جنيه دي. تمام سلف واخد بالك. المهم جه طبعا يعرف شريكي اللي هو شغالين مع بعض في المقاولات كده في المقاولات حضرتك شغالين في المقاولات اصلا كان يعرفه هو طبعا يعني قابله كده وقعد معاه قبل كده يعني فاتصل بيه قال له تعالى انا عاوزك انت محمود ده شريكك عاطي مبلغ كذا الفلان الفلان خد بالك. طب يا عمي بزم ده هو المبلغ ده جابهولي وما قعدش 15 يوم وخد عليه 50,000 جنيه. يعني نقدر نقول ان هو اختار الصيده بالظبط. هو جمع معلومات كافيه عن حضرتك وطمعك في الامر وبدا ان هو ايه يلعب عليك انت كمان عن طريق شريكك بالظبط. طيب عايزين حضرتك وروح بس الاستاذ عمرو.